يعطيك العافية. في هاي المحاضرة رح نتعرف على الـ Data Types والـ Variables، كيف أعرف Variables في الجافا. أوكي، بداية الـ Data Types تنقسم لقسمين: Primitive Data Types و Non-Primitive Data Types أو Reference مسمى آخر. خليني بس أفتح Picture للتوضيح. تمام، هلأ الـ Primitive Data Types تنقسم لأقسام. في عندي للـ Integer Type اللي هي الـ Byte، Short، الـ Integer، الـ Long. هاي مرتبة حسب الـ Size، يعني أصغر Size عندي الـ Byte، بعدين أكبر منه الـ Short، بعدين الـ Integer، بعدين الـ Long. يعني الـ Byte الـ Size تبعها 1 Byte، الـ Short مثلا 2 Byte، الانتجر 4 بايتس، واللونج 8 بايتس. تمام، القسم الاخر من الانتجر. هلا لما اجي اعرف variables من نوع انتجر، اما بكون كانتجر او كديسيمال نمبر او floating point number. الداتا تايب للديسيمال نمبر اللي هي float او double. طبعا السايز تبع الدبل 8 بايتس، أكبر من السايز تبع الفلوت اللي هو 4 بايتس. أوكي، هاي الداتا تايبس لتعريف الأرقام. لكن إذا بدي أعرف بوليون، بكتب الداتا تايبس من نوع بوليون وبتاخد قيمتين، إما ترو أو فولس. في داتا تايبس اللي هي للكاركترز، بكتب كار. أوكي، هاي بخصوص الـ Primitive Data Types. لو نفتح الـ Size، بس خليني أفتح صورة. تمام، هلا برضو هاي مرتبة حسب الـ Size. أول أربعة للـ Integer، أقل Size اللي هو الـ Byte، الـ Size تبعه 1 Byte 8 بت، الـ Short 2 Bytes، والـ Integer 4 بايتس، واللونج 8 بايتس. بعدين للديسيمال نمبر اللي هي الفلوت 4 بايتس، والدبل 8 بايتس. البوليان السايز تبعه 1 بت، والكاركتر السايز تبعها 2 بايتس. اوكي، هاد بالنسبه للبريميتيف داتا تايبس. لكن النون بريميتيف داتا تايبس او بنسميها الريفرنس، زي مثلا الـ string، الـ arrays، الـ classes، هاي انها بتعود على reference. حاليا ما رح نتطرق إلها، رح نتطرق لـ primitive data types اللي هي للـ integer ولل decimal، boolean والcharacter. اوكي، هاي بالنسبة للـ data types. طيب بالنسبة للـ variables، الفاريبلز اولا شو يعني variables؟ الفاريبل عبارة عن memory location في الكمبيوتر لحتى اخزن الداتا. والفاريبل هاد إلو name وإلو data type. يعني لما اجي اعرف variable راح اعطيه name واعطيه الداتا type، واخر شغلة بعطيه الفاليو. اوكي، طبعا في قواعد لحتى اعرف الفاريبل. تمام، يعني مش اي فاريبل مقبول في الجافا. لحتى اعرف متغير او بسميه يونيك ايدنتيفايرز. شو يعني يونيك؟ لاني بس مجرد ما عرفت المتغير، بعد هيك اذا حاولت اعرفه بنفس الاسم، طبعا ايرور على طول، كومبايلر رح يحكي لي هذا المتغير معرف سابقا. يعني انا مجرد ما اعرف المتغير بتخزن بالميموري. تمام، فاذا عرفته كمان مره رح يحكي لي خلص مخزن في الموري، ما بنفع اعرف المتغير كمان مره. لهيك بسميها يونيك ايدنتيفايرز. طيب شروط تعريف الفاريبل، اول شغله النيم بيحتوي على اللترز، سواء سمول او كابيتال لتر، بيحتوي على ديجيت، اندرسكورز او دولار ساين. تمام، اي شغله اخرى لتعريف الفاريبل ما بيحتوي غير هاي الاربع اشياء، يعني
ما بقبل الدوت او الوايت سبيس او اي سبيشال كاركتر اخرى. اوكي، تاني شغلة انه النيم لازم يبلش بلتر، يعني اذا عرفت المتغير وبلشته برقم كومبايلر عطول رح يعطيني ايرور، ما بنفع اعرف المتغير الا بلتر. طبعا هل بنفع اعرفه بدولار ساين او اندر سكورز يبلش فيهم؟ ممكن، لكن منطقيا ما بنفع اعرفهم. ليش؟ لان انا ما بدي يصير لبس بينه وبين اللغات الاخرى، لانه في لغات لتعريف المتغيرات مثلا زي البي اتش بي بتعرف المتغيرات بالدولار ساين مثلا، لهيك ما بدي يصير انا لبس. لكن يفضل لما اعرف المتغير يبلش بلتر. اوكي، واللتر هاي تكون سمول لتر، لور كيس، تمام، مش كابيتال برضو. ليش؟ لانه الكلاس مثلا لتعريفه بيستخدم الكابيتال لتر، فانا عشان امنع انه اليوزر لما يشوف المتغير هذا هل هو راجع لكلاس ولا عائد لفاريبل معين، يعرف من خلال التسمية اذا كانت لتر يعني هذا فاريبل منطقي، تمام، وليس عائد على كلاس. لكن يفضل ايضا انه يكون لور كيس. طبعا النيمز في الفاريبل كيس سنسيتيف، يعني انا اذا عرفت نفس المتغير مثلا خلينا على اكس، عرفت متغير اسمه اكس سمول لتر اكس، وعرفت متغير اخر اكس بس كابيتال لتر، هل الكومبايلر رح يعطيني ايرور يحكي لي انه هي مكرر فمفترض تعطيني ايرور؟ لا، مش ما رح يجي ايرور. ليش؟ لانه حكيت كيس سنسيتيف، بيعتبر انه المتغير اكس يلي بسمول لتر غير تماما عن الاكس يلي كابيتال لتر، فهي لتعريف الفاريبل بتكون حساسة، تنتبه لهاي الأشياء. آخر شغلة، لما أعرف المتغير ما بنفع أعرف المتغير ويكون من الكلمات المحجوزة للجافا، من الريزيرف words للجافا، زي مثلا كلمة class، أروح أعرف متغير اسمه class error، new مثلا أو long، end، bubble، float، out، ايا كان، هاي كلمات محجوزة في الجافا ما بنفع انا اعرف المتغير واعطيه الاسم باسماء محجوزة من قبل الجافا، تمام. هاي بالنسبة اني كيف اعرف متغير. اوكي، خلينا نفتح البرنامج مثلا ونجرب على البريمتيف داتا تايب نعرف في المتغيرات. خليني بس انشئ بروجكت اسميها مثلا variable. اوكي، وانشئ class اسميه data type مثلا، اي اسم. اوكي تمام، حكينا اصغر size لتعريف الانتجر اللي هو البايت. شو البايت؟ البايت بسمح لي ادخل الانتجر من 0 و 1، يعني لحتى اعرف للباينري اللي هي زي مثلا الماشين لانجويج 0 و 1 بستخدم بايت. يعني اذا حاولت ادخل اي رقم غير 0 وال 1 كومبايلر راح يعطيني ايرور، مثلا 3 ايرور، ميس ماتش في التايب، لاني انا معرفة بايت لكن دخلت له انتجر، فهذا بسميه ميس ماتش ايرور، لازم ادخل اما 0 اما 1. اوكي، طبعا هاي ليش ضوي اصفر؟ لاني انا ما استخدمت المتغير. مثلا اذا كتبت اطبعه عنوان مثلا، اوكي اختفى، تمام. فهي بس مجرد تنبيه انه الفاريبل مش مستخدم عندي، فبضوي لك هيك اصفر على جنب. اوكي طيب، الداتا تايب اللي بعدها او الاكبر منها اللي هي شورت نمبر 2 مثلا، بغض النظر اي رقم.
تمام. الشارت بقبل أربع أرقام، يعني دخلت خامس رقم مثلا، هاي بقبل أربع أرقام، دخلت الخامس رقم مثلا حكالي إنه السايز هاد أكبر من السايز تاع الشورت اللي هو 2 بايتس، لهيك بحكي لي إنه أعرف متغير أو أغير الداتا تايب لداتا تايب أكبر من الشورت حتى يسمح لي إني أدخل الرقم هذا. تمام، التايب مش ماتش، تمام، ما بنفع أحول الانتجر لشورت. أوكي، لهيك بعرفه بشو، بخليه انتجر، يعني بعرف انتجر وبعطي الرقم اللي عندي، لأنه السايز تاع الانتجر باخذ الحجم تبعه أكبر من الشورت. فالأكثر استخداما في الداتا تايب للأرقام اللي هو الانتجر والضبط. تمام، طيب نعرف لونج. اللونج لازم احط بعد ما اعرف الرقم حرف ال L عشان احكي له انه الرقم هاد الداتا تايب تبعه لونج. تمام، طبعا السايز تبع اللونج اكبر من السايز تبع الانتجر. اوكي، كيف اعرف الداتا تايب فلوت للاعداد العشريه؟ بغض النظر طبعا لتعريف الفلوت لازم احط حرف الاف، انه احكي له هذا مش دبل، لا هذا بدي اياه فلوت، فلازم احط حرف الاف. تمام، الدبل اللي هي الاكثر استخداما من الفلوت لانه السايز تبعها اكبر من الفلوت. اوكي، في عندي لتعريف الكاركتر، لما اعرف الكاركتر لازم احطه بسنجل كوتس. تمام، واعرف اي سنجل كاركتر. اوكي، او ممكن اعرف الكاركتر بالاسكي فاليو، يعني مثلا كاركتر حرف الاي بالاسكي كود 65. تمام، كل كاركتر في الاسكي له رقم معين، يعني الاي 65 مثلا، البي 66، السي 67 وما الى ذلك، كل سنجل كاركتر له اسكي كود. اوكي، فانا معرف الكاركتر لازم افتح سنجل كودز وادخل الكاركتر داخله. اوكي، طيب اللي بعده البوليان، لحتى اعرف البوليان اما حكينا ترو او فولس. تمام، او ممكن اعرف انه الداتا تايب هاي فولس. طبعا اذا حاولت اكتبها كلمة ترو غير عن الكتابة هاي زي هيك مثلا كتبناها غلط، رح يجيب لي ايرور. يعني اذا حاولت اكتبها مثلا اف ايرور، البوليان لازم اكتب ترو او فولس بالكتابة هيك. إذا كتبتها كابيتال أو سمول لتر، أي كتابة غير الكتابة هاي ايرور. تمام، طبعا الأرقام باي ديفولت إذا ما أعطيناها فاليو تخزن بالميموري بقيمة زيرو، يعني الأرقام هاي حكينا البايت والشورت والأنت واللونج تخزن برقم زيرو بالميموري اذا انا ما اعطيتها قيمة. تمام، لكن الفلوت والدبل تخزن ايضا بزيرو، لكن زيرو بتط زيرو. تمام، هل اذا ما اعطيتهم قيمة ديفولت. اوكي، طيب هذا بالنسبة للداتا تايب. طيب خليني بس اعرف كلاس للفاريبلز وناخد بس اكسرسايز هيك كم من سؤال. خليني بس انسخهم من هان. اوكي، طيب اول سؤال
هل بنفع استخدم المتغيرات هاي بالجافا؟ احنا حكينا في قواعد لتعريف المتغير، يعني المتغير اللي اسمه rate1 هل مطابق لقواعد كتابة الفاريبل؟ طبعا ليش؟ لانه ببلش بلتر، يعني خلينا مثلا نخليه من نوع مثلا float واكتب rate1. تمام صحيحة، لكن اذا مثلا انكتبت هيك او هيها موجودة ها المتغير هاد، هل يطابق كتابة المتغيرات في الجافا؟ لا طبعا. ليش؟ لانه بلش برقم. تمام، فانا لما اعرف متغير ما يبلش بانتجر، اوكي؟ لهيك المتغير هاد لا يخضع لقواعد كتابة الفاريبلز في الجافا، اوكي؟ طيب المتغير myprogram.java، طبعا المتغير هاد ما بنفع اكتبه. ليش؟ لانه بيحتوي على دوت. احنا حكيت، انا حكيت اي special character غير الدولار ساين او الاندرسكور ايرور. خلينا بس نكتبها حتى تتأكدوا يعني انها فعلا ايرور بغض النظر شو التايب تبعتها، اوكي؟ مش معنية بالتايب انا، تمام؟ ايرور، جيب لي ايرور على الدوت، اوكي؟ طيب لونج، طبعا لونج ما بنفع. ليش؟ لانها من الكلمات المحجوزة، يعني خلينا نجرب ايرور. تمام، طيب التايم ليميت هل هو ايرور؟ لا مش ايرور، لكن يعد بور فاريبل. ليش؟ لانه بلش ب ابر كيس لتر. تمام، وحكينا يفضل ان اعرف المتغير بلور كيس، اوكي؟ يعني انا لما اكتبه ما بعطيني ايرور، اوكي؟ بس يفضل اني اخلي التي هاي تي سمول او الحرف منها سمول حتى ما يصير عندي تعارض مثلا، او ما اعرف اميز هل هذا المتغير عائد على variable فعلا ولا على class، اوكي؟ طب المتغير مثلا number of windows، صحيح ما في اي مشكلة. تمام، number of windows بلش ب letter وجميعه من letters، ما في اي special character اخرى، اوكي؟ طيب السؤال الثاني، هل صحيح اني اعرف المتغير اللي اسمه a variable والمتغير a variable بغض النظر عن الداتا تايب؟ طبعا هل بنفع؟ بنفع، حكيت الجافا كيس سنسيتيف، فطالما اوكي في كابيتال هاند في سمول خلاص بعتبر هذا متغير وهذا متغير، اوكي؟ طب نجرب عشان تتأكد يعني بغض النظر عن الداتا تايب، اوكي؟ تمام، تعريفهم صحيح، لكن منطقيا مش منطقي ان اعرف نفس المتغير بس هذا سمول هذا كابيتال. انا لما اجي اعرف متغير بدي اعرفه بشو يعبر عن شو، حتى بعد هيك اني اعرف مش اي متغير مثلا اكس واي، لا اعرفه بالقيمة الدالة عليه، اوكي؟ يعني انا بدي اعرف افريج خلص اكتب افريج مش اعرف اكس، اسهل الي. تمام، بحكي لي عارفي فاريبل اسمه كاونت والداتا تايب تبعه انت، اوكي؟ بسيط، بعرف انتجر اسم المتغير حكي لي كاونت، اوكي؟ واعطي الديفولت فاليو اللي هي زيرو، اوكي؟ الديفولت فاليو للانتجر هي الزيرو، اوكي؟ هيك اعرفه او بدون الفاليو. طيب السؤال اللي بعده، بدي اعرف تو فاريبل نوعهم دبل، اوكي؟ والفاريبل بحكي لي الاول اسمه ريت والفاريبل الثاني اسمه تايم. بسيطة، دبل ريت والمتغير الآخر تايم. طبعا ممكن بوان لاين أعرفه أو إني أعرف المتغير هذا بلاين تاني، يعني أعرف هيك دبل ريت دبل تايم. تمام،
اوكي عشان معرفاها سابقا، تمام. فانا ممكن اعرفهم بون لاين او اني افصلهم. اوكي طبعا القيمة الديفولت للدبل 0.0. اوكي طيب السؤال البعدي، بدي اعرف متغيرين اسمهم المايلز والفلوريت. اوكي المتغير المايلز من نوع انتجر واعرفه انشلايز للزيرو اللي هي الديفولت فاليو للانتجر زيرو. اوكي المتغير فلوريت من نوع دبل واعطيه القيمة هاي، اعمل له ساين للقيمة هاي. اوكي طيب نعرف المتغير، حكالي اسمه مايلز، حكالي من نوع انتجر، واعمل له انشيلايز يعني اعطيه قيمة بدائية زيرو. اوكي طيب والمتغير اللي اسمه فلوريت حكالي من نوع دبل، تمام، واعطيها القيمة 50.56. اوكي اعملها اساين انه القيمة هاي تخزن في الفلوريت، هاي عملية الاساينمنت. اوكي شرط اللي يساوي عملية اساينمنت انه حط القيمة هاي داخل المتغير اللي اسمه فلوريت. طيب السؤال اللي بعدي سؤال 6، عندي المتغير اسمه انترست الفوائد والبالانس، معطيهم قيمة 1. طبعا الواحد هاي للبالانس، اوكي معرف لي البالانس 1، الانترست باي ديفولت حتكون 0. تمام بحكي لي ان اكتب جافا ستيتمنت يلي راح تحط لي الفاليو للمتغير اللي اسمه انترست، راح تحط لي الفاليو تاعت المتغير بالانس ملتيبلايد مضروبة ب 5%. ايش يعني؟ يعني حكالي احط الفاليو للمتغير اللي اسمه انترست، بدي احط له ست او اساينمنت، بدي اعطيه قيمة، قيمة مين؟ قيمة المتغير اللي اسمه بالانس مضروب البالانس هاد ب اللي هو الرقم اللي اعطاني اياه 5%. تمام هاي عملية الاساينمنت، اني احط في المتغير انترست اللي هو الفاليو تاعت البالانس مضروبة في 5%. اوكي طيب السؤال الاخير، شو الاوتبوت، شو الاوتبوت يلي بنتج لي اياها البروجرام كود التالي. تمام عرف متغير A من نوع كاركتر ومتغير B من نوع كاركتر. اوكي حط فاليو لل A اللي هو الكاركتر B. تمام الان بدي اطبع ال A، شو ال A راح تنطبع؟ هي B. شو ال A راح تنطبع؟ هي ال B، لاني انا اعطيت او خزنت في ال A الفاليو اللي اسمها B. اوكي طيب المتغير B يلي عرفناه هي نهام، حط لي القيمة C فيه. اوكي اطبع البي حتنطبع البي سي. اوكي طيب الاي المتغير اللي اسمه اي يلي كان في بي، كانت في القيمة بي، انحط فيها المتغير بي. شو يعني؟ طبعا هاد كمتغير مش قيمة، المتغير اللي هو هاي اللي عرفته سابقا بقيمة سي. يعني شو عمل الاي؟ راح يخزن فيها قيمة المتغير B اللي هي C، مش B خزننا في C، حيمسك C هاي ويخزنها في A. يعني إذا أنا حكيت له هان اطبع A هيطبع لي إياها C. ليش C مش B مثلا؟ لأنه B هذا متغير، أنا حكيت له حتى أعطي value للكاركتر بحطه ب single quotes، تمام؟ إذا حطيته هيك بخزن لي في A B، لكن انا خزنت في هنا قيمة المتغير بي. يعني بروح على المتغير اللي اسمه بي، شو جوات البي اللي هي الكاركتر سي، اذا نحط السي في الاي فبتنطبع الاي سي. اوكي خلينا بس
اوكي طبعا بي سي سي تمام. هذا بالنسبة للمحاضرة، هاي يعطيكم العافية.